أطلقت مؤسسة دعم أسر شهداء وجرحى الجيش العربي السوري باللاذقية بالتعاون مع المركز السوري للتجارة والتسويق مشروع تأسيس الذي يهدف إلى دعم أسر الشهداء عبر إقامة دورات تدريبية لعدد من المهن والمساعدة في تسويقها. هو عم يعمل نقلة لأسر الشهداء وذوي الجرحى من حالة المستهلك لحالة المنتج بالفترة الحالية. عم يدربهم على عدة مشاريع مهنية من الخياطة، الحلاقة، المنظفات، الإكسسوارات. صار عنا كادر كبير، كادر تعليمي وكادر تدريبي، وصار عنا منضمين جداد. وأنا بفتخر هلأ أنه من جديد سوينا شيء اسمه توأمة بينه وبين مؤسسة بصمة شباب سوريا، وعملنا تشاركية مع مؤسسة دعم لدعم شهداء وأسرى شهداء وجرحى حرب الجيش العربي السوري. مندرب ذوي الشهداء على شغلات تدريب مجاني، على شغلات نسيجية وصناعات يدوية، يعني خياطة وصناعات يدوية. تمام، نفتح لهم ورشات، بالورشات وشو بيطالعوا منتجاتهم، نحن عبر شركتنا بنسوق هيدي المنتجات، بنسوق لهم إياها. المشروع يهدف إلى مساعدة أسر الشهداء من خلال تدريبهم على عدد من المهن كالخياطة وحياكة الصوف وغيرها، إضافة لشراء هذه المنتجات من أصحابها وتسويقها، والذي بدوره يقدم كل أنواع الدعم لذوي الشهداء من خلال تدريبهم على مهن تمكنهم من إعالة أسرهم. هذا العمل قدر يحقق لي استقلالية مالية واجتماعية بنفس الوقت. أنا اجتماعياً اليوم صرت قادرة أوصل لكذا محافظة. رسالة ثانية واللي هي محبة بعضنا أول شيء، ونرجع نعمر هاي البلد، لأنه كل شخص بالحياة ببلش من نفسه. أنا جاي لهون على المركز السوري وأنا بفتخر فيه، وبتمنى كل واحد يجي ويشارك فيه، لأنه عن جد رح يوصلنا للحلم اللي بدنا إياه. بدعي كل الناس أنهم يعيشوا الإحساس اللي نحن عايشينه اليوم، وهالمحبة اللي بين الكل والتعاون. بتمنى من الكل يكونوا موجودين معنا ويفرحوا. جهود كرست في خطوة لطالما سعت إلى تقديم كل أنواع الدعم لأسر الشهداء، وإيصال رسالة بأن الشعب السوري يقف خلف جيشه الذي يذود عن حيض الوطن.